واش الا مسحتي لي ستوري جوجل واش يمكن ترجعوا ولا صافي كيمشي نهائيا لي ستوري جوجل؟ لا لا على حساب. الا مسحتي لي ستوري جوجل من المتصفح جوجل يقدر ما يمشيش. الا كنتي رابط الجوجل ديالك الكونت جوجل ديالك رابط الكونت جوجل ديالك مع البراوزر او كنتي مسجل دخول جيميل ديالك. شوفوا الاخوان هذا سؤال زوين، هذا صراحه هذا سؤال زوين. شوف كان واحد الغلطه تيرتكبوه الناس ملي كتكون مسجل الدخول ديالك للجيميل حال الجيميل. خاصك تعرف واحد القضيه مهمه، انه الا حليتي جوجل ودرتي دي ريغيرش راه كيبقاو اونجستخين في الكونت جوجل ديالك. اي ما اي 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 دي ريغيرش درتي مثلا بحال مثلا في الهاتف ديالك جوجل مابس كنعرفو كيبقى مسجل فين مشيتي، كاين بزاف الحويجات تيبقاو مسجلين عندك في لي ستوري. فلهذا الا كنتي نتايا مثلا تتقلب على شي حاجه ما بغيتيهاش تبقى في الكونت ديالك كونت جيميل ديالك اولا كونت جوجل ديالك، اما سير حل نافذه برايفت ايكوغنيتو وبحث كيما بغيتي، اولا ملي تبحث ولا دير شي حاجه دخل الكونت باراماتراج ديال برايفسي في الكونت جوجل ديالك ومسح هذاك الشيء اللي درتيه في الكونت جوجل لانه ممكن ترجع ليه. كذلك حتى لي فيديو اللي كتفرج فيهم في يوتيوب ولي ريغيرش اللي كدير في يوتيوب راه تيبقاو اونجيستخين، نتا عند راسك راك مسحتيه ولا هذا، راه ما تيتمسحش هذاك الشيء لانه كيبقى في الكونت جوجل ديالك.